أعزائنا متابعي مصراوي، اليوم كان بداية التحقيقات مع الطبيبة وسام شعيب على خلفية الفيديو المثير للجدل والتي نشرته على صفحتها الشخصية. النهاردة يعني لقائنا مع الأستاذ هيثم عبد العزيز، أحد أعضاء فريق الدفاع عن الطبيبة، هيكلمنا عن تفاصيل هذا اليوم واللي جرى فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص حضرتك، والله احنا من الصبح في تحيات النيابة اتعرضنا على نيابة مركز كفر الدوار. الدكتورة وسام اتعرضت على السيد رئيس النيابة وتمت مناقشتها ومواجهتها ببعض الاتهامات، انكرتها جميعا وقالت ان هي لم تكن لها اي قصد من نشر الفيديو الا النصح والارشاد وتوجيه النصيحة لاهلنا في ظل ظهور الكثير من الحالات اللي احنا كل اللي متعاملين مع القضايا الأسرية او المتعاملين مع المجتمع بنشوفها يوميا، وبنشوف اعداد كتيرة منها، وبنشوف حالات اسوأ من الحالات اللي الدكتورة قالت. طبيعة الاتهامات ايه بالظبط اللي هي توجه لها؟ ثلاث اتهامات. التهم الاول كان التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الاخلال بالنظام العام والاضرار بالسلم. الاتهام الثاني كان نشر بسوء قصد اخبار كاذبه لتكدير السلم والامن العام. الاتهام الثالث اساءه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. طب يعني دلوقتي الاتهامات انتقلت من فكره التشهير بحالات المرضى الى فكره تكدير السلم العام. بص هقول لحضرتك على حاجه، افشاء اسرار المرضى مفروض، جريمه افشاء اسرار المرضى مفروض انها تتطلب بعض الاركان، دي غير متوفره تماما في الفيديو اللي الدكتور ما هي الاتهامات مش ما مش كده. مفيش النيابه العامه لم توجه اي اتهام بهذا الشأن، وبالتالي هذا الاتهام ليس مطروح على بساط التحقيق. تمام، وزي ما بقول لحضرتك كده، هذا الاتهام بالذات من المفترض ان انا اذكر اسم المريض او مكانه. ما خلاص، هي الاتهام ده اللي موجه اليها خلاص، او على الاقل ان انا انشر صور لي. لكن الحالات اللي الدكتورة وسام قالت عليها في الفيديو بتاعها كان من اماكن متفرقة، في منها اللي في كفر الدوار، وفي منها اللي في اسكندرية، وفي منها اللي في طنطا، فاللي هو هي احنا طب خلينا عن موضوع عام. خلينا نتكلم عن الاتهامات اللي هي موجهة لها تحديدا. خطة الدفاع لمواجهة هذه الاتهامات ايه؟ والله خطة الدفاع هتبتدي نبتدي هنجتمع مع فريق الدفاع على خطة معينة ما بعد صدور قرار النيابة العامة النهاردة. هنشوفه هل النيابة هتخلي سبيلها، لأن تصرف النيابة العامة في الوقت الحالي هو تصرف حبس احتياطي، يعني إجراء احتياطي أو إجراء احترازي زي ما احنا بنسميه. ده هنشوفه النيابة العامة هتقول ايه، هل هتصدر قرار بحبسها احتياطيا 4 ايام او اخلاء سبيلها، او اخلاء سبيلها مع ضمان او كفالة مالية. بعديها هنبتدي نتكلم بقى، هل متوافر في حق الدكتورة وسام على الفيديو اللي منشور اركان الجرائم اللي النيابة العامة وجهت لها اتهامات فيها ولا لا؟ وده هيكون موضوع امام المحكمة الاقتصادية، لان هي اللي مسؤولة عن محاكمة المتهمين على وسائل التواصل او ما يثار في اي جريمة على شأن التواصل. لسه التحيات لسه ما كملتش، لسه اجراءات تانية النيابة العامة هتاخدها، وبعد كده هتحيل الامر الى نيابة الشؤون المالية والتجارية في اسكندرية علشان تقدر تقدم الدكتورة وسام، هل هتقدمها للمحاكمة او هتكتفي بمجازاتها اداريا، او هتحفظ المحضر. لسه ده كله هيبقى لسه في الوقت اللي جاي. تفاصيل التحقيقات اليوم، هل النيابه سمعت لاقوال الطبيبه فقط ولا كان في اطراف؟ مفيش حد تاني، غير ان هي مذكره كانت من وحده طراز مديريه امن البحيره، وبعد كده النيابه العامه ما سالتش غير الدكتوره وسام فيما نشر وما ورد من اليها من مذكره مديريه امن البحيره. طب في تحركات تانية من النيابة الإدارية ومن جهة نقابة الأطباء برضو الموقف؟ والله هو احنا لم يصل لنا حتى الآن أي تحرك آخر، ولم يصل لنا أي اتهامات أخرى،
واحنا انا بسمع من وبنتابع بتابع على الصفحه واحنا فوق في التحقيق، بتابع على الصفحات بتاعت حضراتكم الاعلاميه ما يثار. انا سمعت ان في 3 جهات بتحقق مع الدكتوره، مع ان احنا ما فيش غير النيابه العامه، واعتقد النيابة قانونا، الإدارية طلعت بيان النهارده. اعتقد قانونا ان النيابه العامه هي صاحبه السلطه الان، تمام؟ واذا شافت ان الامر يستدعي المجازاه الاداريه بتحيل الامر للنيابه الاداريه. لان لو انا حباشر قضيه زي دي كاجراء طبيعي، ابتدي احقق من النيابه الاداريه، واذا وجد جرم جنائي بحيل للنيابه العامه، مش العكس. فمش من المعقول ابدا ان انا هحاكم مع النيابه العامه وبعد كده نقول النيابه الاداريه. مش لا يمكن معاقبة متهم على فعل مرتين. فأنا مش هتعاقب بقى، مش هتعاقب من نقابة الأطباء، ومش هتعاقب من والنيابة الإدارية والنيابة العامة، مش هاخد جزاءات من دول كلهم، أنا هاخد جزاء واحد من الجهة الأعم اللي هي النيابة العامة، تمام؟ ولو لقت إن الواقع تجازى فيها الدكتورة إداريًا، هيتم إحالتها للنيابة الإدارية لاتخاذ إجراءها أو اتخاذ اجراءات التاديب او الجزا الاداري. استاذ هيثم عبد العزيز احد اعضاء فريق الدفاع عن الطبيبه وسام شعيب، شكرا لك. شكرا لحضرتك.